ابو احمد الله يطول بعمرك والام والزملاء، انا اقول انه الامير عبد العزيز بن تركي هذا جزء نشكره احنا لانه قام بشيء اصبح قضيه راي عام، مثل ما قال كابتن فيصل في وقت من الفترات في الفتره الماضيه قيل ان الرياض لا يوجد فيها ملعب، بدليل نقلت مباراتين، مباراه الشباب والرائد في المجمعه والنصر واحد. نعم. إذا هناك مشكلة، حتى ملعب الجامعة لكن ملعب الجامعة طيب. تقريبا أقل من شهر، هذه نقطة. النقطة اثنين، في ملاعب خارج الرياض سريع علي أيضا تحتاج من الأمير عبد العزيز بن تركي وفريق العمل اللي معه، ترى في فريق عمل معه عمار العمار، محمد الشايع في إدارة الفعاليات. بدون ما تقول يعني واضح ان الاتجاه إيه؟ انا اقول في فريق عمل مشكورين ترى قاموا بجهد كبير جدا. عبد الله فيصل موجود، هذه هناك ملعب فيصل بن فهد موجود اليوم في استاد الملك، انا بختمها بس يعني. في نقطه جدا مهمه، هناك ايضا ملاعب انا وقفت عليها شخصيا، ملاعب سيئه جدا للغايه. ممتاز. ملاعب سواء كانت ملاعب انديه حكومية. او حتى ملاعب رديفه لاستادات رياضيه خارج الرياض، تحتاج ايضا لاعاده زراعه واهتمام بالمرافق واهتمام بالامور الثانيه، لان اغلب الانديه اللي في انديه الدوري الامير محمد لانديه المحترفين او حتى انديه الدرجه الاولى في تطور تعاني من الملاعب. ايضا نقطه اخيره بس ارجوكم تكبسلون الكلام بشكل سريع، فكرتك بشكل سريع عشان اعطي فرصه يعني. الامير ذكر في لقاء الفضائي بانه حتى هناك فكره في عمليه انه تجهيز الانديه، ملاعب الانديه، ملاعب الهلال، النصر، الاتحاد الاهلي لاستيعاب المباريات في سبيل ايضا اراحه الارضيه الملاعب الكبيره.